حياكم الله مشاهدينا الكرام في مساء يتجدد معكم عبر برنامجكم خيمة تعاليل. هذا البرنامج الذي يطل عليكم هذا الأسبوع يوميا عطلة وجمهور وتفاعل معكم ومع مهرجانكم، مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل. هذا الأسبوع كنا وإياكم كل يوم نشوف الأحداث، نشوف كذلك شعراءنا، منشدينا، رواتنا، وعشان مزن وعازف الرباب وغيره وغيره متواجدين معنا في هذا البرنامج. هذا البرنامج يستهدف جميع أبناء مملكتنا الغالية من محبي الشعر ومن طبعا الذين لهم في الشعر باع، وكذلك المتميزين لا يأتون إلا في خيمة تعاليل، والشعر الحقيقي والإنشاد الحقيقي وكل شيء حقيقي يأتي هنا عبر برنامج خيمة تعاليل. هذا المساء معنا أيضا نجوم، ومعنا أيضا نجوم تفاعلوا معهم من خلال الساحة الشعبية، وتفاعل معهم جمهورهم وتفاعلنا معهم من خلال هذه الاستضافة. من اليمين أبدأ بمنشدنا مقرن الشواطي. حياك الله مقرن. الله يطول عمرك ويبارك، ولي الشرف صراحة بتواجد الليلة بينكم وبين هالنخبة ومعك أخوي، والله يجعلها إن شاء الله ليلة طيبة ونجملكم إن شاء الله. جمل دائم، الله يطول عمرك ان شاء الله. شاعرنا المميز مرزوق الثبيتي، مرحبا يا ابو نايف. يا سعد الله مساك. مساك مسا اخواننا المطاليد وجمهورنا في المسرح وخلف الشاشات. يا مرحبا ومسهلا. ألف قطع عمرك. فرحان الظفيري، يا مرحبا يا ابو نايف. يا مرحبا ومسهلا. يا هلا بك، اكثر الله يعافيك. اليوم نبي من هال اللي تخابر عبدنا بش لا يقولون طلع لي بغزل، احنا حاضرين طلع. يا مرحبا ومسهلا. الله يطول عمرك. ايضا الشاعر المميز عطا الله ممدوح. حياك الله عطا الله. يا مرحبا يا ابو نايف، امسي عليك بالخير وعلى الضيوف الموجودين وعلى المتابعين، واتمنى ان نقدم شيء يليق بذوائقهم ان شاء الله. الراوي نواف الهويمل. حياك الله نواف. الله يحييك يا ابو نايف، امسي عليك ومسي على الجمهور والحضور. حياك الله، يعطيكم الف عافيه. الشاعر محمد الرويبه. حيا الله يا ابو نايف، لنا الشرف بالظهور معك الاعلامي ومع الزملاء الشعراء والمشاهدين. الله يحييك، وان شاء الله نكون خفاف ظل على الجمهور وعلى المستمعين باذن الله. الله يحييكم. طبعا خيمه تعاليل من خلال هذه الاطلاله اللي دائما نحن نحرص على ان تكون للجمهور من خلف الشاشات، وكذلك للجمهور اللي متواجدين معنا ومتفاعلين معنا من خلال هذه الخيمه. مسيهم بالخير ونتمنى لهم وقت سعيد مع شعرانا. بدايه مع الشاعر مرزوق الثبيتي، الشعر وللوطن دائما حق ووقفة في كل بداية. سم طال عمرك. رعاك الله يا دار عليك من السكينة نور، شريعتك الكتاب وراية الإسلام منصورة. رعاك الله يا دار على الإسلام حصن وسور، ندافع عن ثراك ونقمع على الإرهاب وشروره، يعيش الحي فيك ومن يموت بتربتك مقبور. ما نرخص بك ما دام الحكم لله ثملخ ونوره، على تشريعه رب البيت لا قانون لا دستور، هو القانون والدستور للي ضاع دستوره. على تشريعه من سابع سما نزل القمة ثور، سقاك الغيثة يا غار يشعشع للفضا نوره. على تشريع من سابع سما نزل القمة ثور، سقاك الغيث يا غارن يشعشع للفضا نوره. وصلاة الله على اشرف من مشى فالعالم المعمور، نبي من يا بدر بالهدى يمشي على شوره. تحت راية هل العوجة نعيش العز فاحلى دور، نجاهر بل ولا ما عندنا فتنه ولا ثوره. حفظنا العهد من روس الجدود وسعيهم مشكور، قبل لا ينعقد درع الخليج ومجلس الشوره. يمنا البيت خدر وفي رقبة العود عشر بزور، لكن عاشوا بعز وعزم والأحوال مستورة. وطننا ما نساوم فيه لقى السلاح يثور، رجال ترخص الأوطان خسرانة ومثبورة. ربينا فيه واغليناه يوم من السنين دهور، ما نطمع باللباس إلا بشينا يستر العورة. يمنا المشحيح وزادنا اللي ناكله ميسور، وقلنا نعمتنا من فضل رب البيت مشكورة. وعقب عبد العزيز أحكم يمينه من غزال الكور، عصاها السيف الأجرب ما تعصى له عباكورة. وقف دونه
وسن الشرع فيه وحارب المحظور وساد لمن وقف الجهل عنا وقفة عصوره وهل الخير والوقت الغبر للخير قام يدور بقيق بنفطها قامت تنافس راسه تنوره عسى قبر يضمه من مراويح الحياة ممطور تساقيها المزون اللي من الرحمن ماموره مدى منا ومدى منا بوقت الجوع للدولة سند وظهور رجل وشلون والأوضاع محمودة وميسورة وطنة يا وطنة ما لحزك من الليالي جور عليك الله ومانه والنوايا السود مدحورة ولانا فالشدايد معك حق ولا هرجنا الزور انداحم دون كلموت الحمر لا صف طابوره مواقفنا كبار ولا نخلي لخصمانا سور تعلينا سلام المجد ورهينا على كوره اليمنه دعا سلمان ناقف للعدا طابور يقوله كل شعب المملكة بالصوت والصورة ألا يا سيدي درع البلاد وعزها المذخور ترانا في يمينك حربة بعداك مسمورة يا راع الشور حنا راح نشورك وانت راع الشور تكاتفنا تحت ظلك عدانا منها مقهورة مدام الشعب وافي شبر والحاكم طويل شبور تبى تبقين يا دار السعود بحكمك ونوره وسلامتك صحة أبدانكم جميعا. من القصائد الجميلة الأمانة يعني الله يطول الوطن عمرك الوطن دائما لو نقول فيه ما نو في حقه دائما هذا صحيح. مهر الشواطي أحد طبعا المنشدين اللي شارك في جائزة الملك عبد العزيز وزي الإبل في من جهة الشعر حققت المركز الأول التجربة كانت جميلة والله هي التجربة كانت جميلة وفي نفس الوقت كانت صعبة صعبة صراحة يعني كانت باسم المؤسس وتعتبر نقلة نوعية لأي شخص جميل. يحصل عليها فالحمد لله الحمد لله أني حصلت عليها وش تسمع والله اللي عندي واجد والجمهور يستاهل واللي خلف الشاشات يستاهلون وإخواني يستاهلون فيها أبدأ بمجلس حجازي وطني السلام بيتين للشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي يقول طبعا هو يقول فيها وطن تجمع بالعقيدة الشاملة نعم وطن تجمع بالعقيدة شمله وطن تجمع بالعقيدة شمله وأقيم منه على الهدى البنيان أنا ما أدري هم ظني ما يسمعون الحوار أسمع الجمهور يسمع الشاتون ينزيلهم وطن عباءته الشموخ وطن عباءته الشموخ وثوبه ثوب الإباء ثوب الإباء ودرعه الإيماء وطن تجمع بالعقيدة شمله وطن تجمع بالعقيدة شمله وأقيم منه على الهدى البنيان وطن عباءته الشموخ وطن عباءته
ذاته الشموخ وطن عباءته الشموخ وثوبه ثوب الإباء ودرعه الإيماء حاجة تتحمس الجمهور على خشم الجمهور يبيل شوية باور هم بس يسمعوني الآن؟ ايه يسمعونك الآن عاد تفاعلوا انت بقى ايه أبعطيكم ونة ألا يا ونتي ونا تمعنا غريب الدوام الهيته شطونا ولا يا بارق بشار قعنا أخي الأهلين فاتتني يمزونا عسانا ننزل حنا وهلنا وهل مظنون عيني ينزلونا على الجدران ميالا نغصونا الله الله ولا يعود ريحان تثنى على الجدران ميال نغصونا وسلامتكم جميعا الله يقدر هذا الشاعر مورقي ها المورقي اي نعم ايش رايك تجيب يا فرحان على نفس ال لانه ماخذينها من الربابه هم على نفس الطرق هم ماخذينها من عندكم اي بس لازم قصيده لازم قصيده طال عمرك نفس اللحن هذا اي ما في حاجه جو في بالك ها ما في حاجه في بالك مجهزها لازم قصيده على اللحن هذا لازم قصيده لانهم صاروا المنشدين الحين ها بيني وبينك ياخذون منكم انتم حقين الربابه اكيد ما نغنى والله اي والله ما نغنى شو تسمعني فرحان ابشر ابشر من جلال
الخطى وما مله ودي امشي مع صحة صحة سحري ملا قلبي فيها جوزا يتله تلت السواق للجيب سفري سواق للجيب سفري يوم تيله عطب الويل محله والضلق يجني الضلقه من اسواري لين حط حد رجل حان الحباري فوقها لي كل طرق يدله قبل جاي ظهري المجهم ومساري كذلك من الحبتر جاهز. طيب خلونا مع الأذان نجلس مع التقرير مراسلنا في الميدان سلطان الحبتر. خلونا نشوف معكم سلطان الحبتر في ميدان جائزة الملك عبد العزيز بن زايد الإبل وفي كذلك القرية والجديد عند سلطان. خلونا نشوفه. شكرا للزميل طلال الرشيدي في الاستوديو وضيوفه الكرام. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين خلف الشاشات. يتواجد حاليا بجانبي أحد الحضور لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل. أولا نرحب فيكم. اليوم احنا في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثاني، كيف تشوفون هالمهرجان وكيف تشوفون مستوى التنظيم؟ يا هلا ومرحبا، أول شيء مسي على الجميع الحضور خلف الشاشات. المهرجان ما شاء الله تبارك الرحمن تطور كبير. أنا جيت العام السنة هذه تطور كبير ما شاء الله تبارك الرحمن، من الفعاليات من المسرح من المهرجان كامل ما شاء الله تبارك، تنظيم وجهود يشكر عليها. جميل. أنتم لأول مرة تزورون المهرجان؟ لا أنا جيت العام أول افتتاح له وهذا ثاني سنة. كيف تشوف الفرق بين السنة اللي راحت والسنة هذه؟ ما شاء الله الفرق كبير جدا، تطور تنظيم مهرجان بشكل تطور كبير. جميل. ومنها للأعلى. جميل. نتعرف على أخي الكريم. تركي لافي المطيري. ونعم يا تركي. مالك زود من الكويت. ونعم فيك. مالك زود. الله يحييك. الله يبقيك. مرحبا. كيف تشوف مهرجان الملك عبد العزيز؟ والله أشوفه أفضل من قبل وفي تنظيم يعني حلو. جميل. إيه وبس والله. جميل. يعطيك العافية. الله يعافيك. رحب فيك من جديد. كيف تشوف التنظيم اللي متواجد في مهرجان الملك عبد العزيز خصوصا استقبال الزوار مع التنظيم الأمني واللي موجود على أرض الواقع؟ والله في أشوف المهرجان التنظيم ما في أحسن منه ومرتب وأحسن من المهرجان الأول. جميل. الله يعطيكم العافية والله يحييكم في بلدكم مرة ثانية. الله يبقيك ويحييك. كان هذا حديث أخوي طلال أحد المتواجدين والحضور أيضا من دولة الكويت الحبيبة. أعود لك أخوي طلال إلى الاستديو، الكلمة إليك. مشكور أخوي سلطان على هذا التقرير. وكذلك في خيمة التعليل هناك كثير من التقارير وعن التفاعل مع الجمهور وعن التفاعل اليومي من خلال الزيارات للجمهور الأطفال. جميع ما يختص العائلة بشكل عام موجود هنا، من سواء في السوق في الترفيه في كذلك الفعاليات الأخرى المتواجدة خارج القرية. هنالك تنوع كثير في هذه القرية
من خلال العروض التراثية المتواجدة في أطراف هذه القرية وكذلك الأسر المنتجة المتواجدة في الخارج. أعود إليكم وإلى الشاعر عطا الله ممدوح من الشعراء المميزين ومن الشعراء كذلك الذين يكتبون حرف الكلمة بكل احترافية. عطا الله فرحان عاد المسي بالخير. الله يمسيه بالخير. عطا الله ممدوح من نبي وطنية في البداية. أبشر. دقت الساعة وطاح المعتدي وقناعه. دقت الساعة وطاح المعتدي وقناعه. لا إله إلا الله اللي عال من بنية. الوطن هذا ما هو للمعتدين طماعه، دونه الموت الحمر والسيف والجنبية. من طمع في تربته خابت جميع أطماعه، والحدود بفضل ربي كلها محمية. تحت راية سيدي سلمان سمعوا طاعة، كلنا دون الوطن خياله ورجلية. تحت راية سيدي سلمان سمع وطاعة، كلنا دون الوطن خياله ورجلية. يعطي أمره للجميع ويرفع السماعة، والمعارك كلها والمعارك تبتدي برية وجوية. السماء فيها صقور نادرة بتاعة، والأراضي تزحف جيوش تعشق الهية. يعطي أمره للجميع ويرفع السماعة، والمعارك تبتدي برية وجوية. السماء فيها صقور نادرة بتاعة، والأراضي تزحف جيوش تعشق الهية. كلها دون الوطن لعمارها بياعة، صف واحد تتحد والراية سعودية. يا وطننا حبك بكل صدور اطماعه، لا يهمك من نقض عهده وزاد بغيه. علم الباغي ومن هو أيده واتباعه، لا غضبنا ما بنا رحمة ولا موية. ندحر الباغي ولا له عندنا شفاعة، لين ما نقلب عليه البنية التحتية. من غضبنا يحسب إن قامت عليها الساعة، وده إنه قابل بحلولنا الودية. بس عاصفة الحزم خزامة رداعة، له للي يحاول يفكر يسوي زيه. يا سلام. طبعا آخر بيت، بس عاصفة الحزم خزامة رداعة، له للي يفكر بيوم يسوي زيه. صح بدنك. بعد القلوب أشد من بعد الأجسام، ما دام غصن الود طارت رفوفه. كم واحد نشوفه من العام للعام، أقرب من اللي كل يوم نشوفه. الآدمي تقوده ظروفه وأحكامه، وما كل واحد يخدم منه ظروفه. نطرد ورا سرب الأماني والأحلام، ويلا عسى بعض الأمور مخلوفة. لو يكشف الواحد صناديق الأيام، ما كان خضب بالأماني كفوفة. العمر يمضي والتجارب له حزام، والشيب يضرب للنواصي دفوفه. طول الأمل كفه تلوح القدام، والنفس المعانق هواها شغوفة. والضيق يتسلل على روس الأقدام، الإحساس من شعره على سوار جوفه. يا صدر يصبر وانت في بهوك أقسام، من المواجع غير نفسك عيوفه. لا تنحني لو كانت عروقك حيام، وعذوق لينة ما بذرت مخروفة. صدر السماء ما ثقله كثر الأجرام، واللي تهاوت ما عليها حسوفة. ضيوف قلبي تغرف عدودها لام، وعلى الزمن يا كبر شرهت ضيوفه. ما بين قام الحظ والحظ ما قام، الحزن رتب بالحنايا صفوفه. يحطبني بفاسه ويتركني حطام، بأسباب معروفه وغير معروفه. وانا ما غير هيم وتشجر هيام، واثمر قصيد يا نعات حروفه. الله سلام. نواف الهويمل حياك الله. يا مرحبا. هلا والله. يلا من فن الروايه عندنا هنا، متعودين احنا نشوف اللي فوق الخمسين الستين. نواف الهويمل كم عمرك؟ 32. ما شاء الله العمر كله. أفلحت الله. فن الرواية في الوقت الحالي طبعا تتعدد المصادر، من تواتر وكذلك من ما لدينا من توثيق. اعتمدت على ايش انت؟ وفي اي يعني ترى الرواة في الزمن يعني اللي قبل الحديث وفي الزمن الماضي، انت في اي زمن وكيف عشقت فن الرواية؟
بالنسبة لي في البداية يعني مسألة العمر. إيه نعم. صحح لي. تقول لي أنا ما صح لك. أنا فعلًا ترى أي مكان أروح له أو بعضهم ينصدم. الأغلب زي ما تقول ينصدم الموضوع. الناس صاروا يربطونها بكبار السن. معناها هي الرواية معناها الأساسي إن شخص يروي قصة أيًا كانت القصة سواء كانت قصة شعبية ولا حتى موقف حصل لك. الرواية فينا جميعًا كل واحد عنده أسلوب روائي يعني يختلف عن الآخر. بس الناس ربطتها لأن المتواجدين على الساحة ويمكن زي ما تقول أشهرهم الأستاذ محمد الشرهان أبو خالد ونحب نمسي عليه. فالناس خلاص ربطت الموضوع بأنه كبار سن مع أن الكل يقدر يروي. الآن في شباب كثير قاعدين يروون قصص تاريخية يعني قبل أجدادنا وأجداد الشباب أجدادنا. ترى بعض الأحيان يعني يمكن فيه بعض يعني ما يبهر يزين يحط تعرف شباب ملح شوي. التبهير من زمان وبعدين التبهير ما حلو التبهير من زمان لأن التبهير أنت كراوي ما تقدر تسردها سرد إنه أحداث كذا لازم تصور للمتلقي عشان هو يقدر يدخل معك الجو. طيب الحين في الرواية لابد من قصائد موجودة. إيه نعم. صعوبة حفظ القصيدة عندك صعوبة حفظ القصيدة للراوي. والله كثرة الترديد ها الترسة لأن شوف أنا أعرف لك رواة يطلعون في التلفزيون على اليوتيوب على أعرف وما أعرف. إيه نعم. بدون ذكر اسماء لكن شوف يمكن او مثلا الان فيه مراجع انت من ضمن اسئلتك كان فيه انه من وين المصادر فيه مراجع مؤلفات مصرح لها انت مثلا عندك قصه جديده مثلا تبي تلقيها مثلا عندي برنامج اسبوعي ابلقيها الاسبوع هذا وحصلتها كويسه انا حفظت القصه وحفظت ابياتها لكن ممكن اني خلال يومين مبداني على قولتهم ترسخ تماما تكون القصيده طويله لازم لها ترديد ممكن اول مره اقولها استعين مثلا بعض ابياته وبعض ابياته مثلا اكملها لكن مع الوقت مثلا الفيه ابن عمار الفيه ابن عمار هذه حفظتها تقريبا 28 حرف ومثومنه ما شاء الله حفظتها بالمتوسط يوم ما كنت بالمتوسط يعني لاني كنت اسمعها دائم وصارت حروف مرتبطه ببعض الناس تقول شلون حفظتها مع انه خلاص صار الموضوع يمكن حتى الشعراء اكيد اخبر مني بهذا الموضوع يعني حتى بقصايدهم هم يحسونها لها بدايه ولها نهايه في استرسال في الموضوع مرتبطه انت اذا حسيت انها مرتبطه وش اللي عجبنا في الروايه دائما خلي الروايه الالقاء والتصوير يصور لك حاجات ها ويشبه لك حاجات ما تتوقعها ترى فن الالقاء مع الراوي يذهب بها بعيد ترى هو واحد قال شغله قبل فتره كنا في راوي مسك راوي مسك كانت مسابقه على مستوى المملكه وفتأهلت فيها المرحلة النهائية كنا 11 بين متسابق ومتسابقة كنت الوحيد اللي رواية شعبية في قصص تاريخية وفي يعني مجالات مختلفة فجاء واحد كان يعطينا دورة عن الرواية فكان يتكلم يقول الرواية لما المتلقي وهو مغمض لاحظ وهو مغمض ويسمع لك يتصور الموضوع كامل أنت ما تحتاج لأي شيء ثاني إلا صوتك جميل عطنا قصة قصيرة جميلة طبعا رقيقة الشباب سبقونا طبعا وحنا طبعا انا من ناحيتي راح ابدا بشيء وطني عن المؤسس طيب الله ثراه طبعا بدايه انا احب اشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين سمو سيدي محمد بن سلمان على المجهود والاهتمام اللي يولونه لكل ما يلامس اولا حاجه الشعب وثانيا ما يهم يعني اهتماماتهم وهواياتهم والشيء المتعلق باصاله المملكه العربيه السعوديه أنا عندي مجموعة قصص شاركت فيها في احتفاليات اليوم الوطني في ساحة الحكم على المسرح الرسمي أذكر بعض منها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه كان شاعر وكانت أغلب قصائده على وزن الحداء لأنه كان أغلب قصائده كان يلقيها وهو أو مثلا يقولها وهو كان مثلا راح مثلا مع جيشه ومع كذا يوم ما كان بالكويت وينتظر اللحظة أو السنة أو الوقت المناسب لاستعادة الرياض من ضمن القصائد اللي قالها يقول من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب لبد من يوم حمر والشمس من عجها تغيب جاء عام 1319 واللي هي السنة اللي استعاد فيها المؤسس طيب الله ثراه الرياض وهو متوجه للرياض يوم جاء حول الرياض طبعا يبي ينزلوا لهم في محل يعني بينتظرون أسبوع أسبوعين إلى شهر ألا ما ينتظرون ويتحينون الفرصة المناسبة ألا ما هم يعني يهجمون ويا بدهم من اول يدورون مارد الماء مارد الماء يعتبر كنز من اول يجلسون عنده وكان اقرب مارد او اللي المارد اللي على ما قولتهم وقتها ما كان عليه مراقبه هو ما كان عليه مسكوك كان مارد هيت
اللي حاليا يعتبر حي من ناحية اي نعم. فالمهم كان معهم رجال دليلة وكانوا طالعين وتقل انها اختلف عليه الموضوع الرجال في الليل اي وتلخبط شوي. فقام الملك عبد العزيز وقال الابيات اللي يقولها: ورد مثل القطا صوب الثميلة، ضمر تضفي عليهن العبات، وردوهن هيت واخطاها الدليلة، والموارد دون هيت مقضباتي، دون دين الله نتعب كل صيلة، نبذل المجهود دون مخاشياتي، من تعبث بالفرائض عزتي له، تقعد حدب السيوف المرهفاتي. استعاد الرياض الملك عبد العزيز، وحد جميع أقطار المملكة. الملك عبد العزيز فيه له جوانب اجتماعية ترسخت في أبنائه. يعني الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ما كان يربي أولاده بالتلقين على فكرة. يعني كان من أحد القصص، طبعا هو من يعني من أشهر الخصال اللي هو كان يمتاز فيها الكرم. وكان مرة في عرفة وأول ما بدت السيارات وكذا، وكان معه واحد من عياله كان صغير، قام الملك عبد العزيز وعطاه صرة دراهم، عطى ولده وقعد الولد يلعب بها، وكان معه ناس يعني زي ما تقول من حاشيته وناس اللي يشتغلون معه. التفت عليه الملك عبد العزيز على ولده، قال يا ولدي، قال سمي أبوي، كان عمرهم منه 5 و6، قال وزع الدراهم على اللي معك. قام وطلعه ولد صغير ما يدري، وزعهن كلهن، يوم ناظر في يده ولا ما في شيء، ومد يده لابوه قال ما في شيء. قام الملك عبد العزيز وعطاه مرة ثانية، قال وزعهن، قام الولد وزعهن، ثم مد يده المرة الثانية. يوم جاه وعطاه ومسك يده قال اسمع وانا ابوك، ربي سبحانه كل ما تبذل يعطيك ويعوضك. فكان الملك عبد العزيز، بعض الناس الحين اذا هذا مثلا قام يقول لولده لا تسوي هالشيء وهو يسويه. فكان الملك عبد العزيز يزرع القيم هذه. الملك عبد العزيز كان فيه رجال قال له ابن شلهوب رحمه الله عليه، من ضمن الناس اللي ماسكين الامور الخاصه عند الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز كان يجونه ناس مثلا اللي يبي في حاجه ولا اللي يبي في مطلوب ولا لقضاء حوائج الناس، لقضاء حوائج الناس، وكان يكتب ورقه مثل الشيك ومن يختم عليها. وكان يكتب مثلا بن شلهوب، من كثر الناس اللي يمرون عليه عرف مثلا هذا وش غرضه، يعني عارف ان الملك عبد العزيز بيعطيه هالقدر من الفلوس. يوم جه كل يوم ولين جاه رجال ولينه معه الورقه والشيك هذا ومكتوب عليه 1000. استغرب بن شلهوب ولا وده يكسر بخاطر الرجال، قال انتظر شوي وعود للملك عبد العزيز. قال يا طويل العمر انا ما ادري والله، انت اعطيتني ورقه المكتوب فيها 1000، اما انك زايد صفر ولا انك غلطان بذا. قال والله نزلت الصفر، لكن القلم ما هو بصاير انك رم مني، اعطى 1000. فالملك عبد العزيز رحمه الله عليه كان فيه جوانب كثيره من حياته الاجتماعيه واللي كان فيها عدل حتى مع خصومه قبل توحيد المملكه. واحد القصص اللي يذكرها كان في مجلسه كانوا مجتمعين عيان القبائل وناس من الشعب وكذا، وكان معه رجال ورفيد زله قال له نوري الشعلان. التفت عليه قال شفت يا نوري، كل اللي بهالمجلس هذولي ولا واحد منهم الا قد صار بيني وبينه حرب وقد صار بيني وبينه عداوه، وشوفهم الحين كلهم في مجلسي، كل واحد انا اضحك معه واسولف معه شفنا. قال يا طويل، يا طويل العمر سيفك طويل يا طويل العمر. قال لا والله، الا كل واحد فيهم رجعته لنفس مكانته قبل توحيد المملكه. فالملك عبد العزيز كان فيه امور، مو بس قوه السيف، كان فيه ذكاء، كان فيه دين، كان فيه عدل، كان فيه كرم، وهذا الشيء اللي خلاه يرسخ في اولاده جميل. ملك بعد ملك رحمه الله جميل. على اللي توفى منهم والله يطول بعمر جميل. الموجود منهم جميل. ومن القصص الامانه اللي مثل هالمهرجانات الوطنيه نحرص على ان نستذكره كذلك في ابنائنا، وعن الملك عبد العزيز ورجالاته كذلك عندما نتكلم عن تأسيس هذا الوطن. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واحفظ ولاة أمرنا. الرويبخ يا مرحبا، التقيتك قبل يا محمد ومن الشعراء المميزين. الله يسلمك أبو نايف، وهذه شهادة. اي والله، قصيدة وطنية، في قصيدة 4 أبيات وطنية قبل اجتماعية. يقول: عرض بصدر القصيدة النخبوي والعديم، لأغلى ملك يملك أغلى دولة ومملكة، يقد عزمه من العهد العتيقة القديم ويفرش طموح الأعداء في سالكنا، يسلكه يمكن يعلمك وش معنى سكوته الحليم، ويمكن يقوم الجيرانه 100 معركة، اللي يرفع حاجبه واستل عوق الخصيم، يحرك العالم الغربي بدونه، أحركه أبو فهد وأخو نوره والجناب الكريم، معجم ما هو بسهولة وصدف تدركه، اللي يفتخر ممجده في الزمان القديم، خذ ناقتن من غمار الجهل والتهلكة، هذا ولد من تداعى بعيال الحريم، ابن أخله وسيف
واستمخدة المملكة. صح تبدأ عنكم هذه مجرد أربع أبيات قبل القصيدة. يقول شغل اللي كل ما خيل سحابة تبرق وتمطر على لمبة اصطبة، أتناسى الوقت لا سكرت بابه ولا يذكرني الحياة هلا مطبة، لا غدا ليلي مثل ليلة ذيابة، أتبع النس ناس وأدور مهبة، عبد نسرج مهرته فول شبابه وصد عن دنياه وام عن يم ربه، ان تكلم بلا صاله والنيابه وان سكت ما هو بساكت دون سبه، ان تكلم بلا صاله والنيابه وان سكت ما هو بساكت دون سبه، انفوس انفوس والدنيا غرابه ومن يعيل له حصن يسود يذبه، غلطه اللي غلطته تشبه صوابه، ابرك من اللي ما سبك لو تسبه، الكفو لخطا ومسنا مهابه يمكن نعاديه لو اننا نحبه. وسلامتكم. صحة أبدانكم. صحة مرزوق. سمي أبو نايف. أنت يا أخي حتى الحين على الواتس فيه طلبات كثيرة. حتى عندي على الواتس. سمعت، لكن أنت تعرف وش التوجه يعني اليوم؟ صحيح. خيمة التعليل الليلة تعرف وش التوجه؟ غزل ولا اجتماعي ولا خلني أسمع معك حدثني الحاجة. أبشر يا أبو نايف. وعطنا مع ثانية على ذوق. ثم أنا شيء طلبته. حدثني الحاجة على بيعته الذود. بعته ولا لحقت نفسي حسوفة. ما هو بلا حزني على البيع منقود. الرجل يرخص بالطلب دم جوفة. لا لا الحياماني على البيع محدود. الطيب الوافي نشوفة. معروفة. اللي يقدر ظرفنا حزت الكود. اللي يحتاجنا لازم نقدر ظروفه. دنيا نجاهدها على العسر وتزود، طبع صعبا دايم ما هي بمعسوفة، نصرف ونرجى الرزق من غيره من خير معبود، نصرف ونرجى الرزق من خير معبود، واللي رزقنا الله برزقنا تشوفه. أم الكرامة بين حايلة ومفروض ولا المطروخ شكالية احفوفة، لو كنت من بعض الجحودين مجحود فزعاتنا معهم ما هي بمخلوفة، لو كنت من بعض لو كنت من بعض الجحودين مجحود فزعاتنا معهم مهيب مخلوفة، ألقى على قولي براهين وشهود، لو كان أحس بمدح نفسي كلوفة، لكن محب مناقشة كله مقرود، اللي سوالي فردا ما تطوفة، لا ناطح واجب ولا كاس منفود، خبل على ربعه ما تندى كفوفة، كان الطريق اللي يروح لها مسدود ومن السبر راسه ما تشيله اكتوفه، من اربع شهور الاربع قليلة الفود، اتلع احد مجالسه مع ضيوفه ولي عزم ما صارت سهود ومهود، عزائمه بين الرجال محفوفة، ما يدري ان الطيب يحتاج مجهود، اللي مشى دربه لا يطري نكوفه، لكن يا تركي لا تكدر من العود، الوقت محد وامن من صدوفه، تانك على مغيظة وانا ابوك ملهود، والنايفة والغافلة والخروفة، أبوك يخفي ضيقته وأنت موجود، والحزن في صدره يجر معزوفة، وشلون أوسع خاطرا ضايق نزود، بكرة لقام الوسم تردم قنوفة، ليرخى ربابينه وممشاه بركود ترهيب سيلة، كل عين تشوفه تقول يجدح في مثانيها بارود، وصوف ضلعان البهيتها وصوفها، واسبيته ما تفصل بروقه ورعود، سن العيون من البروقة أم خطوفة، يزين من عقب المطر رايحة النود مع عثعث الراع الغنم ما يحوفه، وضحن غلاها صد وضحن غلاها صد ما هو بمحدود، اللي على صوتها المودة وضحن غلاها صد ما هو بمحدود، اللي على صوتها المودة شغوفة، هل يزعجت لها من الصوت مردود، تقول من على الرجوم محذوفة، لكن ما يلحقني من البيعة منقود، الرجل يرخص في الطلب دم جوفة. سلامتكم. صحة تبدأكم جميع بالله. وراء المحفوفة وش يقول وش بيته ذا؟ اللي عزم الله لا يستر خيره، اللي عزم ما صارت سهود ومهود، عزائم من الرجال محفوفة. صح لسانك. صح بدنك يا ابو نايف. مرزوق دائم في الوسم، يعني فيه شيء يعني انتشرت سم واخذت حقها من انتشار اللي يسافر القروب. هذه الثانية قصيدة الوسم. ايه الدعوة الحفظ. ايه وحنا نستعين بالجوال، وشونا الربع بعد كلهم جوالاتهم معهم يطالعون فيها. جروك ولا تسنقت على عمري الليلة. قصيدة الوسم هذا ابن القصيدة اللي يطرب.
ونرجي من الله, الله نرجي من الله الخير إن شاء الله ونه يغيث البلاد والعباد إن شاء الله. قصيدة الوسم الوسم حلة تحتونه يا محبينه بانت مواريخ والشاشات هذا عنه تقول في لاهب الصيف تقول في لاهب الشوق امتحرينا عقب التعب والعنا والصيف والتنه والقيضه خلوا على وجه الثراعينه يبست غصون الشجار يبست الشنه مال العطا من كريم الوجه راجينه عطى كريم ما يلحق فالعطا منه يلا بغيث اللي اهلت ودادينه يقول من شاف سيله يلا الجنه اسبوع يحجب شعاع الشمس بيدينا الساعات نص النهار اظلم سماهن وليتخلخل شعاع الشمس من بين الشليه صفر النهار الكون معتن ضاف ما حق النظر يسراه ويمينه عيون زرق اليمامه ما يخيلنه اللي يتساوى على نجد وضلاعينه هلت دموعه وثغره ضاحك سنه تنه اللي يقبل وهو يسحب ربابينه مع طلعه الشمس يوم وصفه سنه عود مدند يضم اغلى وراعينه يغليه عن باقي الاخوان ويحنه وصوت الرعد يوم يرعد في مكامينه تقول ذي دان بدو جالها حنه يخيله اللي يشوفه ممرحته عينه تنه ما يبغى المخايله يتعدنه يرجي عسى السيل في حروه بعارينه شرشوح ذودنه بكثر الولف يشعنه ياخذ على فهن اللي يتلى الشهر دينه مشقن بحاله ولا يرضى عليهنه يلا تستر على المحتاج وتعينه اللي بقوه العزومه يدافع الونه اللي غدا نجد كاسيته بساتينه وجال الخزامه اللي هب الهوى خنه نبن سجل قدم والعمر وسنينه دورات الايام يطونا ويطونه عينت يا قلبي اللي قبرنا وينه تعاقب غبر الايام وتقفلنا سلامتكم صح ابداعكم لا انتم صح لسانك عينت مرزوق ابشر ابشر سلام. طيب القيلون يبون القيلون ترى الله يكفي شر القيلون والله جو ما هو بجو قيلون جلست الشامة وجو طيب مع الوسم رفعت القيلون القيلون استغفر الله وتوب اليه ايه القيلون تبي البداية؟ ايه عطنا البداية والبيت وشو؟ انت راعي القيلون انت راعي القيلون انت ثورت هي مصدوف الليالي ثورت عندي القيلون وانا يوم ابويا حي ما ثار قيلوني اثر يوم ابويا حي ساق العمر عربون عن الهم وصدوف الزمن واقف دوني والديكم ان شاء الله هموم الليالي ثورت عندي القيلون وانا يوم ابويا حي ما ثار قيلوني اثر يوم ابويا حي ساق العمر عربون عن الهم وصدوف الزمن واقف دوني وعقب ما رحل يهم صاير علي تمون وانا قبل ما ساوم على ضحكته سنوني سلامي على صدر قبل مثل وسع الكون شمالي ولا حولت نمرته تلفوني يمن الليالي وسع خاطر وضحك سنون هواين وعودي حي وانا على هوني اجامل مع الصاحي واجامل مع المجنون ومره وردين العزومه وتعدوني مصاريف 5 سنين جد وصلته المليون شريت الضعوف تكرمون اكرم السامع مصاريف 5 سنين جد وصلتها المليون شريت الضعوف اللي بعل وقتها باعوني خدوش الرجال اللي على الطيبة ما يرهون عسى الله يجازي لحيث كيف غشوني سلامتكم صح ابداعكم جميع مقرن ويغفر لوالدك يا عمر امين ووالديكم جميع ان شاء الله مقرن الشواطي نبي الجمهور اليوم متحمس فيهم زيادة نشاط اليوم بس سمعوهم صوتي وهم وهم بيخاشروني يلا انتوا بتشاركوني يا لا 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 يا لا 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 حيلة البردان يلي تدفون حيلة البردان سمعوني يلي تدفون
يا لا 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 يا لا 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 حيلة البردان يلي تدفونا. أنا ما أسمع صوتكم، أنا بيسمع صوتكم، ردوا معي. ردوا ردوا يا قلبي اللي تحداني يوم عود القرض جمر حيلة البردان يلي تدفونا معي حيلة البردان يلي تدفونا حيلة البردان يلي قلبي اللي تحداني يوم عود القرض جمر حيلة البردان يلي تدفونا حيلة البردان يلي تدفونا قلبي اللي تحد هي معود القرض جمر حيلة البردان يلي تدفونا بردان يلي تدفونا وين ربعي وخلاني يا أهل العطف والخنجر حيلة البردان يلي تدفونا حيلة البردان يلي نونا أنا ربعي وخلاني يا أهل العطف والخنجر حيلة البردان يلي هنا حيلة البردان يلي تدفونا قلت أنا عذب الألحاني يوم قصر الغلا عمر حيلة البردان يلي هنا حيلة البردان هنا زايرك والعمر فاني الجفا والهجر يقهر حيلة البردان فونا حيلة البردان ما عادني مكملها ماش ماش ما تفعلتوا فيها أبيات أنا بسمعك إياها طبعا هذا عمل دشناه في برنامج زد رصيدك قبل شهر وكان من كلمات أخوي محسن بن تركي الله يمسيه بالخير وهي بعنوان يا قرة القلب أبعطيكم منها بيتين يا قرة القلب مدري قرة الأمنيات الله يا ذكريات العام عيد الفطر العام عيد الفطر وشلون بنسى غلاك وكيف يصبح شتات غلاك والقلب مثل دائرة هو القطر الدائرة هو القطر يا قرة القلب مدري قرة الأمنيات الله يا ذكريات العام عيد الفطر وشلون بنسى غلاك وكيف يصبح شتات غلاك والقلب مثل الدائرة والقطر وسلامتكم جميع الله يطول عماركم إن شاء الله فرحان أبشر الله أبو نايف بتسمعنا طبعاً عمي فهد مسيه بالخير هو من جمهور دائما خيمة التعاليم ويحب يسمع الربابة من هو يا ابو نايف ابو فهد عمي ونعم ويحب يسمع دائما الربابة طالب من فرحان يقول على لحن يقول اللي على اللحن اللي قبل شوي حق مقرن ها يقول فيه لحن يركب اللي قبل شوي اللي معنا ايه فيه حق التحاليل ايش يقول انا قلت يعني من شوي ايه في لحن بس عندي يمكن بيتين او بيتين إيه؟ لا طيب عطنا اللي من عندك ابشر Thank you.
نايف بس انا والله ماني حافظ قصيده. مسحوب. ايوه مسحوب. سلامتكم يا ابو نايف. اسمع الله عافيك. الله يسلمك. الله يسلمك. عط الله. اول شيء القصيده انت قلت بعد القلوب ولا لا؟ هذه مطلوبه. وعندك القصيده يا حظ من هو بكيفه. بقول غير هذه قصيده. قصيدتي هذه بلا عنوان الا انها يا خاطري ترضيك. انثر شعورك واشعل القيفان ما دام يمدي قبل ما يمديك. دور على اللي شنف الاذان عليه بصماتك وشغله ايديك. البارحه يوم الموادع حان يا جمر شوق العام وش يطفيك يا صاحبي ما كان بالإمكان واللي ما هو مكتوب كيف يجيك هذا النصيب وحكمة الرحمن والخير فيما قدره ياتيك. عن الخيول بساحة الميدان ما دام برا قل أمل يدعيك. صايل سبق بنات حصان الداهن تجملك وتوديك في موقف يظهر بها الفرسان لسرجتها عن غيرها تكفيك. ألوانهن من خيرة الألوان في كل مرة لونهن يغريك. لاجت حديهن تطرق البيبان افتح لها صدرك وهي تحييك. وعطها وقطف لها من سدرة الوجدان عطها من إحساسك وهي تعطيك. صدرك وطن للشعر والقيفان وعندك من الجزلات ما يكفيك. إن قلت غصن البان غصن البان وإن قلت قيمة شيك قيمة شيك. مختلفة الأغراض والأوزان ما هي على مقيل بيضة ديك. بستان شعر وداخل البستان تلقى بها التوقيع والتوبيك. ما كل من صوب على نيشان وما كل من يرمي مع بلجيك. والله يا لولا نعمة النسيان ما عشت في حاضرك من ماضيك. الله طلبنا عاد لا تخليه. فيها قصيدة مطلوبة أقول وهي قديمة هو شوي. أقول يعني يا راك بلي يوم ورد تنادوا عليه من كل المدن بالوكالات بالغرب شادوبه وبالشرق شاده ومواصفاته فوق كل الإشادات. ما هو بلايوك ولا هو براد وعلامته ما هي مثل العلامات. تقدر تقول أحيان موجاته راد وأحيان برق شق صدره السماوات. علامته أكبر وبالفعل شاده لأنه أكبر في جميع المجالات. عن قيمته كم صد ناسنا وحاده وما يقدره متوسطين المعاشات. جيب لو ان منافسينها جيب لو ان منافسينها ارادوا يقلدونه ما استطاعوا
وهيهات لكسز كثر ما هو فخم فيها زاد وفخامة تليق بهلا الفخامات يليق مملوك على نجدة سادة ومثل ملاق الرنج لهلا الإمارات لهيبة من ناظر وفيها كادة ويعطون من أجله سلامة وتحيات ونمر بجموعة المواتر تعادة وكنهم صبحهم صباحا الشريفات نشهد من صدروها استفادوا بضاعته بضاعة تمشي بليا دعايات لو هني من روحوا له وعادوا بطاقته بيدينهم بطاقته دون لوحات حسبي على اللي صمموها وتمادوا يوم صنعوا وحطوا بالمستحيلات. انت تقول يا عطلة قديمة يعني وهالحين ليش قلت قديمة يعني؟ قديمة لأن والله أنها قديمة لكن في جديدة باللكسز يقول اللكسز الأسود اللي فيه هيبة وغي عجزة بتقليد ميزاته جميع الخطط يشوش راعية ما كنا يرى الأرض شيء كنا حتى المواتر يحسبنا عيون القطط. سويت لك أمانة. صباح الشريفات تعرف يا أبو هذه قصة عند قصة هذه صباح الشريفات لها قصص ومن القصص اللي ركز عليها أنها تكون صباح طبعا من دائما القصص عندما ناخذها دائما في أمثلة عندنا لها قصة نتمنى التركيز عليه حتى من الشباب. صباح الشريفات قالوها شعار ماجد يعني كثيرين قالوها ويطرقونه يا نواف. معي انت يا ابو اي معك مركز من ناحيه الامثال فعلا كثير من الامثال كان لها قصه يعني زي مثلا روحه مقيط ورشاه والامثله الشعبيه خصوصا الامثله الشعبيه لها اغلبها لها قصص او بعضها تلقاها تركب على اكثر من قصه. طيب يعني زي مثلا يقول ماكل بيضا شحمه زي اللي يقول روحه مقيط ورشاه فهذه دائما كلمة بين فترة وفترة أخصص لها حلقة مخصصة الأمثال نبغى قصة في الغزل حلوة قصة في الغزل فيها أكشن فيها طيب قبل شيء كنت تسأل عن القصائد وحفظها وكذا أنا قبل أدخل بالقصة أبجيب كم بيت من ألفية ابن عمار هي 28 يعني بيروح علينا الوقت عشان نقولها أنا بختار كم بيت خير بتقول ألفية ابن عمار أذكر الشرها الله يمسي بالخير دائما لأنها زينة زينة ممتازة فأنا بجيب بعض أبياتها وما أدري الحروف إذا أنتم تختارون الحروف لأن من يبقى الكل 28 حرف أبدأها بحرف الألف وعطونا البيت الحرف اللي تبونه يقول ألف نولف من كلام نظيفي ودموع عيني فوق خدي ذريفي يا لاي من في حب ذاك الوليفي دقاق رمش العين سيد الخوندات خوندات يلي ما بعد عشرنه قل له تراهم فالهوى يذبحنه قلبي وقلبك يا المولع خذنه عزيل من مثلي تعرض للافات عطونا الحرف ثاء ثاء الثاء الثاء ثمانه حب رمان طايف اوقح ويان في رياض عطايف متنفل بزين سيد العفايف عمهوج فيها من الحور شارات شارات فيها من ضبي الحمادي هي لذة الدنيا وغاية مرادي من يوم شد صويحبي عن بلادي عليه جاوبت الحمامة بالأصوات عطونا حرف الدال الدال دابي ما مسكت الذوايب فنقيل لك طيب فلاني بطايب دنو استاد القبر ودن النصايب دنو دوات الحبر أبكتب سجلات سجلات أريد أكتب بها لي وصية عمري قضى يا وجد أهلي عليه قولوا لصاف اللون يقف عليه يكود يرجع طيب. ويتحسف ما فات طبعا أخوي المخرج طبعا معجني شوي في رالي حائل وإحنا مغطي معه على هو مباشرة لكن ودي ختم مع أخوي قصيدة قصيرة ترى المخرج شاب عليك هذا كاتب قصيدة وجد وشايب باع ناكته والظهر انه الشاعر المرزوق طلع انه هو اللي لا انا باعه تسمع يقول وجودي وجد من لا قدره وقته وهو حصان وجودي وجد من لا قدره وقته وهو حصان ولا والله لقى ما يحترم قدره ولا سنه يزود شيء براسه زود ما تخدينته الديان وهو ما شاف غير الدين درب يمكن يحنه قلط يبغى السلف ثم انبل لما كان فيه لسان بعد ما وحصدها ترحيب من مذاب تلمنه تدف ظروفه ظروف جدد ويعيشها من شان ما تخلف فالله هالايام لا صبره ولا ظنه يبيع اغلان ياقه من زعل في حشمة الضيفان لا رديده ولا عين ما يشري هيلها وبنه تو يسامر ليل سبات الهنا
بالحاجب الزعلان يخيط هموم ليلة في بعضها بدرة الونة توجاد القصيد ينسي الشاعر بعض ما كان من هموم ما يزفر من بعضها ربع ما كانه يضيق الشاعر اللي ينسي حرف يخلف الأوزان ولا يزعل لما صلى الرب نافلته سنه يعلمني نديمي كيف بصبح شاعر الجبلان وانا ما ابغى اتعلم غير كيف بدخل الجنة سلامتك اول شيء طبعا شاكركم تفاعلكم جمهورنا الكريم ونشكر خلف الشاشات فرحان مشكور في هذه الحلقه طبعا مخرج معي شاب على طول يقول خلص الله يبيض وجهك مرزوقك الشرف لنا الله يطول لي عمرك يا ابو نايف مقر الشواطي من المنشدين المميزين والاصوات الرائعه حياك الله عطله مدوح شاد فيكم جروح دائما نواف الهويمن يعطيكم العافيه للامانه لقاء جميل وحدث جميل والاجمل ايضا الرويبه الله يسلمك الله يسلمك الله يبيض وجهكم والشكر لكم انتم مشاهدينا الكرام اخذوا مقرن تحت الهواء الحين الشكر لكم انتم مشاهدينا الكرام وعلى متابعتكم خيمة التعليل مستمرة معكم بإذن الله غدا كونوا على الموعد دائما مع الشعر والإنشاد ودائما الفرقة الشعبية حاضرة معنا في هذا البرنامج وإلى الملتقى. قبل لا تصبح ملك